إطار الحملات الأمنية المعتادة اللي كتقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في جميع المدن بالمملكة من أجل بث الطمأنينة عند المواطنين، وأيضاً اللي كتكون عندها دور استباقي قبل ما يكون زجري، طاقم قناة شوف تي في مرة أخرى واكب مجموعة من التدخلات الأمنية بمنطقة البرنوسي بمدينة الدار البيضاء. إنزالات أمنية بالحضور ديال الرؤساء كما قلت، وحالات أخرى تنكون كذلك حاضر معهم، وكنهدفوا باش نكونوا متواجدين في جميع النقاط مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وكذلك سواء على مستوى قطاع سليمون أو قطاع البنوصي. والهدف من هذا التواجد ديالنا عنده دورين، الدور الأول دور وقائي والدور الثاني دور زجري. لكن الدور الوقائي في العمل ديالنا هو نسجل الحضور الأمني، وكذلك المواطن كمواطن يحس بالطمأنينة أو الأمان على نفسه ولا ماله ولا أولاده، كذلك كنسجل هذا الحضور في إطار التواصل، في إطار المواطنة، في إطار المقاربة الأمنية اللي كتطلب منا حسب بناء على التوجيه ديال السيد مدير الأمن الوطني اللي كيطلب منا باش يكونوا قريبا من المواطن ونستمعوا للمواطن، ماشي في المكاتب ديالنا وانما في الشارع، لانه الحضور ديال الشارع حضور قوي، والحضور مع المواطن في الشارع حضور قوي، لان المواطن ملي كيحس بك في جنبه كنخلقوا ديك الثقه، وديك الثقه ملي كتخلق كتولي عندنا سيوله وسهوله في الاداء والمهام ديالنا، لانه ما كنعتبروش حنا امنيين بوحدنا، جميع المواطنين امنيين، وجميع المواطنين حنا شركاء فيما يخص السياسه الامنيه ديال بلادنا. والامن ماشي هو الامن بك المصطلح الضيق، ولكن مفهوم الواسع ديال الامن، لانه الحضور ديالنا كما قلت بالشارع العام الجانب الوقائي ديالو، ولكن كذلك الجانب الزجري. الحالات الزجريه تكون فيها تعقب، كيكون فيها تتبع، سواء حاله تلبسيه بالشارع العام او عند تلقي الشكايات. لا نقول نحن بهذا التواجد ديالنا قمنا بالعمل ديالنا وقتنا على الجريمة بصفة نهائية، الجريمة مستمرة، ولكن تقييم ديالنا لأنه يوميا وأسبوعيا وشهريا كنقوم عملية ديال ليفالياسيون ديال التقييم ديال العمل ديالنا، وكنشوفوا نقطة الضعف والنقاط الإيجابية وكنحسنوا الأداء ديالنا. وهذا العمل ديال التقييم ماشي عمل ديال القيادة، ولكن عمل ديال العناصر كذلك والآخرين كيساهموا في هذه العملية. وبهذه المقاربة الأمنية والحضور الأمني اللي هو ماشي موسمي وانما كيدخل في اطار العمل العادي، اعطى الاكل ديالو واعطى النجاح ديالو. وخير مثال راه يمكن لكم تنتشروا في القطاع ديال البنوسيس دي مومن وتشوفوا الابتسامات ديال المواطنين. لا نقول كاين اجماع، ولكن نسبه مهمه ومهمه جدا ديال الثقه ديال المواطن، وهذا الشيء ما داش هباء، ولكن بفضل الفعاليه والتوجيهات ديال المدير العام للامن الوطني ودير السيد المدير العام للأمن الوطني اللي وضع لنا استراتيجية ومكناتنا بفضل الوسائل لا المادية والبشرية باش نكونوا حاضرين، وكذلك إضافة للتحفيزات اللي جعلت الموظف
الصغير والكبير يقوم بعمل ديالو في أحسن الظروف وبجهد لا نقول كبير، بجهد عادي. العناصر الأمنية بمنطقة البرنوسي بكل تخصصاتهم كيقوموا بحملات أمنية بصفة دائمة ومستمرة، ولكن قبل من بداية العمل من الضروري يقوموا باجتماع مع رؤسائهم من أجل وضع خطط استباقية. المنطقة ديال الأمن البرنوسي كجل المناطق ديال مدينة الدار البيضاء واللي لم نقل المغرب فيها، لأنه فيها مختلف أنواع ديال القضايا، لا نقول الجرائم، قضايا مختلفة. إلا قلت لك مثلا احنا عندنا نقطه سوداء فيها نوع من الاجرام معين، بمعنى احنا ما خداميش، لانه ما خصهاش تكون نقطه سوداء وتبقى نقطه سوداء، خصنا نحاربوها. نوعيات الجرائم اللي عندنا كتبقى سوء الجوار بالدرجه الاولى والجرائم الاعتياديه بالدرجه الاولى. بعض الحالات تكون جرائم استثنائيه، تكون تدخل قوي ديال الشرطه بالمؤازره جميع المكونات الامنيه والمصالح الولائيه اللي ما كتبخلش علينا بالتعزيزات سواء مادية أو بشرية، والجريمة الحمد لله متحكم فيها، ونسبة الإجرام كتبقى نسبة ضعيفة، وما كاينش شي حالات اللي هي فيها التمييز لا إيجابي ولا سلبي. العمل ديال الشرطة، العمل ديال الشرطة تبعو القانون، العمل ديال الشرطة كتبعو حقوق الإنسان، كرامة المواطن. مهما كان هذا المواطن، حنا ما كنحاربوش مجرمين، كنحاربو أشخاص مشتبه بهم، والعدالة هي اللي تحدد إن كان فاعلا أو ليس كذلك. إذا إحنا جميع المواطنين كنقوموا بالقيام بالإجراءات القانونية الواجبة، وحالات اللي كنحاولوا نحافظوا على السلامة ديال الشخص كامل بالضبط ديالو، وسلامة الآخرين وسلامة الشرطيين كذلك. والعدالة هي حنا العمل ديالنا دائما تحت إشراف النيابة العامة، والعدالة هي كتعطي الحكم ديالها، هل هذا الشخص فاعل أم غير فاعل. والعمل ديالنا دائما كنعاود نختم بها، هو كان العمل ديالنا حسب بناء على التعليمات المديريه، العمل في اطار القانون وفي احترام تام لحقوق الانسان وحقوق الفرد. وقبل ما ننتقلوا للشارع مع المصالح الامنيه، عينا بعض المحجوزات اللي حصلوا عليها رجال الامن في حملاتهم اللي كيقوموا بها ضد الاشخاص المشبوهين، واللي الهدف منها محاربه كافه انواع الجريمه. مباشرة انتقلنا مع رجال الحموشي بمنطقة البرنوسي للشارع، بحيث جاتهم معلومات كتفيد تواجد أحد المشبوهين قرب إحدى المدارس، وها شنو لقاو عنده. تنفيذا لتعليمات القياده الراميه الى محاربه الجريمه بشتى اصنافها، كتوصل العناصر الامنيه بمعلومات كون شخص يعمل على ترويج المخدرات على مقربه من الثانويه التاهيليه على الخلق الطريس بقطاع سيدي مومن، كنتوجهوا لعين المكان، كنضبطوا المعني بالامر، عمليه الايقاف والجس، كنعطروا بالحوزه ديالو على كميه من مخدر الشيره وكذا اقراص مهلوسه تتجلى في 30 قرص من نوع نيكستازي و12 قرص من نوع ريفوتريل. مغامرتنا مع رجال الأمن بمنطقة البرنوسي ما زالت مستمرة، بحيث قمنا معهم بجولات في جميع النقط السوداء بالمنطقة، وتماك تم إلقاء القبض على عدة
مشبوهين. بخصوص هذه العملية الأمنية اللي كانت موضوع ديال الاجتماعات السابقة ودائما تحت التعليمات ديال السيد رئيس المنطقة، التعليمات ديالو في إطار العمليات الأمنية من أجل محاربة الظاهرة ديال جميع الشوائب الإجرامية خصوصا في هذا القطاع. بالتعليمات كاين واحد الخطة اللي ربما كانت التعليمات دائما ديال السيد العميد المركزي كذلك، وكانت خطة وضع واحد الجدادية خاصة بجميع الأشخاص المشبوه بهم والنقط اللي تتعرض بعد اقتراب بعض السرقات. كانت العملية الأمنية اللي كسائر الأيام اللي نفذناها بجميع بمشاركة جميع الفعاليات الأمنية من الشرطة القضائية كذلك الهيئة الحضرية والدرجيين، قمنا بعملية أمنية كللت بإيقاف مجموعة من الأشخاص منهم حملة سلاح وكذلك بحالة تخدير، منهم من يمتطي دراجات نارية تيبقى مشبوه فيه ربما يكون تيقترف السرقات اللي غيكون موضوع بحث معمق من طرف الدوائر الأمنية لا من الشرطة القضائية. كذلك منهم من متحوز بقطع مخدر الشراء اللي غادي يتم البحث بخصوص هذيك القطعه ونعرفوا المزودين ديالها ومن انت يقتنيها واش نعرفوا واش مستهلك باش من في اطار دائما في اطار التعليمات الدينيه بالعامه. والحمله والعمليات الامنيه دائما مسترسله بين القطاع وكباقي الايام والايام المولئه الى حين استتباب كذلك تسجيل الحضور الامني واطمئنان الساكنه بهذه العمليات الامنيه. من بعد الحملات الامنيه اللي كيقوموا بها رجال الامن بالبرنوسي واللي كيلقيو فيها القبض على عده مشتبه بهم، كيتم نقلهم بطبيعه الحال للدوائر الامنيه من اجل التحقيق معهم. هادشي اللي رصدناه لكم هو جزء قليل من الأشياء الكثيرة اللي كيقوموا بها رجال الأمن بجميع مدن المغرب من أجل بث الأمن والاستقرار في نفوس المواطنين.